كده احنا كده حاجات مسافر العربية الجزء الثاني مسافر العربية. عدد 46 بيقول كده: وقال لهم هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي ان المسيح يتألم ويقوم من الاموات في اليوم الثالث وان يكرز باسمه بالتوبه ومغفره الخطايا لجميع الامم وابتدا من اورشليم وانتم شهود لذلك. وها انا ارسل اليكم موعد ابي فاقيموا في مدينه اورشليم الى ان تلبسوا قوه من الاعالي. واخرجهم خارجا الى بيت عليا ورفع يديه وباركهم وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله. ده من المشاهد القليلة في الأناجيل اللي بتتكلم عن حادثة مهمة اسمها الصعود، هنقرأ عنها أوضح في أعمال واحد. الكلام الأول أنشأت يا ثوفيوس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم الذين أراهم أيضا نفسه حيا بإبراهيم كثيرا بعدما تألم وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. أنتوا واخدين بالكم في حاجة حصلت في عدد 4 وفيما هو مجتمع كان بيتكلم بصيغة الجاي معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا. وكده مش عارف لو الترجمة معاك حديث قد إيه كتب زي علامتين تنصيص كده كأنه بدأ كلام موعد الآب الذي سمعتموه مني. فمني هنا مش عايدة على لغة، عايدة على مين؟ على المسيح نفسه. عدد 6: أما هم المجتمعون فسألوه قائلين يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب بسلطانه لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا في أورشليم في كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذتهم سحابة عن أعينهم وفيما كانوا يشقصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان قد وقف بهم بلباس أبيض وقال أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. تعالوا صلى يا بنا السماوي. احنا مرة تانية جايين بنشكرك يا رب من أجل فرصة جديدة بتديها لنا نيجي يا رب قدام شخصك ونتعلم عند قدميك، نيجي يا رب نفتح كلمتك ونتأمل فيها يا رب وناكل منها، هي يا رب اللي بتشبع نفوسنا. إلى من نذهب يا رب وكلام الحياة الأبدية هو عندك. جايين النهاردة يا رب نقول لك عايزين نرى يسوع، عايزين نعرف عن يسوع أكثر، جايين نقول معادتك لأعرف قوة قيامة مشاركة كلامه متشبهة بالمبتيه. امتياز كبير يا رب معرفتك، مش بس ان احنا عرفناك لكن احنا عرفنا منك. امتياز كبير ان اسمك ضايع بينا وان انت اخترتنا ليك شعب. انسان يا رب ان انت تبارك وجودنا في محضرك النهاردة، انت يا رب اللي تفتح عينينا تفتح اذهاننا وتكشف يا رب قلوبنا قدام انفسنا وقدامك. وانظر يا رب ان كان فينا طريقا باطلا واهدنا طريقا ابدا باسم المسيح. يمكن النهارده اخر مره في الكلام عن المسيح وشخص المسيح. هفضل لنا حاجتين بس، واحده عن الصعود اللي هنتكلم فيها النهارده، وواحده عن المجيء التاني او موضوع المجيء التاني. موضوع المجيء التاني موضوع كبير قوي مش حاضر دلوقتي خالص، هاجلها. في حاجات كتير لازم تتاخد قبل كده،
فهنتكلم النهارده، هناخد اخر حته فيما يتعلق بشخص المسيح وهي الصعود. بس قبل ما اتكلم على الصعود عايز اتكلم على علاقه المسيح بالروح القدس شويه، القيامة والروح القدس. لو تفتكروا احنا اتكلمنا عن كتير عن المسيح، واول حاجه اتكلمنا عنها لما جينا نقول كلمة المسيح، فاحنا بنتكلم على التأنس، إن الله من الابن بالتحديد صار إنسان في ملء الزمان. أنا عايزك تفرق ما بين حاجتين، وتخلي بالك تبقى مفرق بينهم كويس. تفرق وأنت بتتكلم عن الابن في العهد القديم والعهد الجديد. الابن ما اتغيرش. الله لا يتغير، من الابن في حد ذاته ما اتغيرش. لكن في العهد القديم ما كانش في حاجة اسمها تأنس. يعني مفيش حد اسمه يسوع في العهد القديم. يسوع ده اسم انسان مرتبط بشخص كان عايش من 2000 سنه، هو الله المتأنس. الشخص ده كان الله الكامل والانسان الكامل. في العهد القديم هو ما كانش انسان كامل. كان الله الكامل. لكن مش انسان كامل، فما كانش متأنس. ملوش روح انسانيه، ما عندوش جسد انسان. فده أقنوم الابن الأزلي الأبدي اللي ما بيتغيرش، كله الوجود كله المعرفة، كل اللي أنت تفكر فيه عن الله في صفات الله موجود فيه في العهد القديم. تمام؟ هل في علاقة بين أقنوم الابن وبين الروح القدس في العهد القديم؟ طبعا في شركة وفي وحدة ومحبة موجودة منذ الأزل وإلى الأبد، ومش هتتأثر أبدا، مش بتقل ومش بتزيد، واخدين بالكم؟ فده في العهد القديم. في العهد الجديد حصل حاجه، لو تفتكروا احنا بنتكلم على التأنس. واحنا بنتكلم على التأنس قلنا كده، لو قلنا من جهه التعبير الابن موجود في العهد القديم، ففي ملء الزمان، في ملء الزمان، اللفظ اللي بولس استخدمه في غلاطيا 4، الابن صار انسان دون ان يتوقف انه يبقى ايه؟ الابن، فهو الابن المتأنس. اللحظه دي حصلت بسبب حلول الروح القدس على مريم العذراء، صح؟ فالاتحاد بين الالوهيه والانسانيه لم تتم ابدا بمعزل عن مين؟ عن الروح القدس. فالروح القدس دوره عامل وفعال واضح جدا من بدايه مجيء المسيح على الارض، مش بس بدايه خدمته، من بدايه مجيء المسيح. فالولاده من مريم العذراء، الولاده المعجزيه ديت، النجم العذراء، الروح القدس بيعمل فيها. بعد كده ده كلام عن عمل الروح القدس في حياه المسيح مش واضح في اول 30 سنه تقريبا. لكن نقدر نقول انه في لحظه بقى، يعني الاناجيل ركزت ان هو عنده 30 سنه حاجه هتحصل. ايه الحاجه ديت؟ انه هيتعلم. ومن الحاجات اللي حصلت في المعمودية انه حل على مين الروح القدس؟ على الابن المتأنس. الابن المتأنس حل عليه الروح القدس. لو انتوا فاكرين معايا المرة بتاعت المعمودية، احنا سمينا دي حاجة اسمها المسحة، مسيحة مسح. في اليوم ده اتمسح عشان يبدأ خدمته. ولو تفتكروا ربطنا من ده وداود مثلا، ان زي ما صمويل مسح داود في يوم الايام عشان يبقى ملك، فالمسيح بيتمسح في الوقت ده. تعالوا نقرا كده حاجه في اعمال 10. أمان عشرة في الوعظة بتاعت بطرس وبيت كرنيليوس، بيقول كده في عدد 37: أنتم تعلمون الأمر الذي صار في كل اليهودية مبتدئا من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا، يسوع الذي من الناصرة، كيف مسحه الله. بص بيقول إيه؟ كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة. مين اللي اتمسح بالروح القدس والقوة؟ يسوع.
الذي جاء ليصنع خيرا ويشفي جميع المتصلب عليهم ابليس. وبعدين بيقول حاجه غريبه لوقا، بيقول يعني ده وعظ بطرس مش بيقول لان هو الله، بيقول ايه؟ لان الله كان معه. تمام؟ فالمسيح بدا يعمل خدمته بعد المعموديه، مفيش كلام ان المسيح بدا خدمه من غير حلول الروح القدس. فحتى المسيح لانه انسان كامل فخدمته كانت مرتبطه بايه؟ بمسحه الروح القدس، بحلول الروح القدس عليه. انا بحاول اعمل ايه دلوقتي؟ بحاول اوصف لك شكل علاقه المسيح بالروح القدس واحده واحده. تمام؟ طب العلاقه اللي ما بين الابن، اقنوم الابن واقنوم الروح القدس، العلاقه الازليه الابديه، هل تاثرت؟ هل تغيرت؟ العلاقه دي ثابته دايما، ما بتتغيرش. لكن بسبب لانه انسان كامل كمان، ففي علاقه بين المسيح والروح القدس مختلفة، مش زيادة، بعد تاني في العلاقة. إن المسيح بيعمل معجزاته، بيعمل تعليمه، بيقاد بالروح القدس. يعني اللي خد المسيح عشان يتجرب في البرية الروح القدس هو اللي قاده في البرية، هو اللي وداه البرية عشان يجرب. طب هي المواقف الكبيرة دي زي المعمودية، زي النقاد في البرية، زي الميلاد بالروح القدس، ده مش معناه إنه طول الوقت مش معاه؟ لا مش بقول إنه مش معاه، بس يعني في ستريس واضح هنا. يعني الايه بتاعت اعمال 10 دي بتوريك عموما ان المسيح اتمسك بالروح القدس وكان بيقول يصنع خير ويشفي جميع المتصلبين عليهم ابليس. دايما بيقول ايه؟ لان الله كان معه. تمام؟ فهتلاقي هو مره كده المسيح بيقول ايه؟ ان كنت انا بروح الله اخرج الشياطين. فالمسيح بيقول انا بخرج الشياطين بروح الله. انا عايزك تركز، يعني تخلي بالك ان المسيح هو الله الكامل والانسان الكامل، وان خدمته كان بيعملها بالروح القدس. ايوه يا رب. هو لو الروح القدس مع المسيح قبل المعموديه، ايه اللي حصل في المعموديه؟ المسحه، مسحه يعني تمكين للخدمه. في فرق بين المعيه ان انا يعني بقوده، ببارك عمله، بساعده انه ينمو في القامه والنعمه عند الله والناس، ويحصل بقى مسحه وظيفيه، يعني زي ما كان بيحصل في العهد القديم. يعني ممكن هل ممكن يبقى في حد مؤمن وطاقي بيحب ربنا وبعد كده يحصل له يجي عنده نبي ويمسحه بالزيت زي ما كان بيمسحوه بزيت المسحه؟ فيمسحه ليه بزيت المسحه؟ عشان هيأدي دور معين، وهو مش هينفع يأدي الدور دوت غير لما يحصل له ايه؟ يتمسح. زي مثلا الكاهن، زي هارون. هارون خدم مع موسى وقت طويل قوي، صح؟ وقت الضربات العشرة، احنا عاملين ناخد في الضربات العشرة دلوقتي في سفر الخروج. هارون دخل مع موسى لفرعون، دخل وعمل حاجات، بس هارون ما عملش دوره كرئيس كهنة الا لما ايه حصل؟ لما اتمسح. مسح بزيت المسحة، فموسى مسحه وبدأ يعمل دوره كايه؟ كرئيس كهنة. فالمسيح برضه بدأ هيبدأ يمارس دوره الكهنوتي والنبوي والملكي بعد المسح. ففي ثلاث ادوار للمسيح اتكلمت عليهم قبل كده انا معاكم، صح؟ في وقت المعموديه. مش عارف فاكرين ولا لا؟ ان شاء الله ما اتكلمتش. ايوه احنا فاكرينهم، بس ما اعرفش هنا ولا يوم الاحد ولا لا. هنا. لو هتسال يبقى مش فاكرين. طب بصوا الفكره دي مهمه، يعني ايه؟ الفكره دي مهمه ان المسيح وقت المعموديه اتمسح عشان هيمارس دور نبوي وكهنوتي وملوكي. في ناس لما بتيجي تشرح المسيح ما بتعملش زي ما احنا عملنا هنا في درس الكتاب، اللي هو تمسكوا مرحله مرحله في حياته. عارفين بيعملوا ايه؟ بياخدوا الثلاث عناوين دول ويشرح عمل المسيح من خلالهم. فيقول لك يعني ايه المسيح نبي؟ يقعد يكلمك شويه عن حاجات المسيح. يعني ايه المسيح كاهن؟ ويحكي لك شويه حاجات عن المسيح. كده كده يعني المسيح ملك، يحكي لك حاجات عن المسيح. فيغطي حياه المسيح بس من ايه؟ بالثلاث تقسيمات دول، بالثلاث عناوين دول. فدي تقسيمه مهمه ان انت تبقى عارف ان المسيح كان نبي وكاهن وملك. فمثلا المسيح بعد ما اتمسح ليه بيعمل ايه؟ بيبدا يعلم، يخش المجمع ويعلم. بص كده في لوقا 4 معايا. عدد 16 بعد المعمودية يقول كده: جاء إلى مصر حيث كان قد تربى ودخل المجمع حسب عادتهم السبت وقام يقرأ، فدفع إليه سفر أشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه. بصوا بيقول إيه؟
روح الرب عليا لانه مسحني. شايفين؟ لأبشر المساكين، أرسلني لأسف مكسر القلوب، لأنادي المقصورين بالإطلاق والعمي بالبصر، وأرسل المصحفين في الحرية، وأكرس بسنة الرب المقبولة. الكلام ده متقفل أشياء وحسين، صح؟ فالمسيح يبدأ يعمل الدور ده، التبشير، الخدمة، التحرير، كل ده هيعمله لأن إيه؟ ممسوح من روح الله. فالتعليم هيبدأ يعمله. الكلام ده أنا قلته قبل كده، قلته هنا في درس الكتاب المتاكد. دوره الكهنوتي فكرة انه يصلي من اجل شعبه، يشفع فيهم، وفكرة انه يقدم عنهم ذبيحة. هو عمل كده لما قدم مين؟ مقدم نفسه. فده دور كهنوتي. عايز تقرا عن دور كهنوتي دوت؟ نقرا عنه في سطر العبرانيين، بيطول فيه جدا جدا جدا. ازاي المسيح رئيس كهنة اعظم من كل الكهنوت بتاع لاوي، اعظم من كل كهنوت هارون. كهنوت هارون بيخش خيمة الاجتماع، لكن المسيح دخل الاقداس السماوية دخل مرة واحدة، ويعمل مقارنة ما بين ازاي المسيح كهنوته اعظم من كهنوت هارون. دور الملوكي انه بيرعى شعبه، انه بيعمل حاجات لشعبه، انه بيهاجم على ابليس، بيحرر. النهارده يبقى ملوكي قوي، النهارده هنشوف التلاتة. وهو دوره الملك دوت هيحرر شعبه من سلطة ابليس. فنقرا عن ده مثلا في ممكن متى 10 او لقى 12، هيقول نفس الكلام. هو القوي والأمتع. أيوة. خلينا نفتح متى 10. مش متى احنا لخبطت من متى اللي هو متى 12، مش لو 12 متى 12 الناس. بصوا بقى المسيح في متى 12 بيعمل معجزه اخراج شياطين. فاليهود هيتهموه، هيقولوا ايه؟ انت بمعنى زبول، تخرج الشياطين، انت اللي بتعمله دوت بالشيطان نفسه بتعمل كده. فالمسيح يقول ايه في عدد 25؟ بيرد عليهم، علم يسوع افكارهم وقال لهم: كل مملكه منقسم على ذاتها تخرج، وكل مدينه او بيت منقسم على ذاته لا يدخل. فان كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسم على ذاته، فكيف تدخل مملكته؟ وان كنت انا ببعلزبول اخرج الشياطين، فابنائكم بمن يخرجون؟ لذلك هم يكونون قضاة. ولكن ان كنت انا بروح الله، بروح الله بعد المسح اخرج الشياطين، فقد اقبل عليكم ايه؟ ملكوت الله. فشايفين ربط ازاي ما بين اخراج الشياطين وما بين مجيء ملكوت الله؟ ملكوت الله بدا، وانا بعد ما بين ملكوت الله بدا، فانا بعمل ايه؟ بخرج الشياطين. فواضح ان المسيح بيعمل دور بسبب حلول الروح القدس عليه، بسبب المسحه بتاعت الروح القدس. لكن في حاجه احنا قريناها في لوقا 24 وقريناها في اعمال واحد ملفته. ايه هي؟ لو رجعنا تاني لـ 24 وعمل واحد، هتلاقي المسيح بيقول للتلاميذ: استنوا موعد ابي. كلمه موعد ابي يعني الوعد بتاع ابويا. ايه الوعد بتاع ابوك دوت يا يسوع؟ هنقرا عنه في اعمال 2. فعمال اتنين حال من روح القدس على التلاميذ، والتلاميذ بدأوا يمكنهم بألسنة. فيقول كده في عدد 14: الناس قالت عليهم ان هم سكرانين. ده الناس بتتكلم لغات ازاي؟ الناس سكرت، لان التلاميذ بدأوا يتكلموا لغات اللي حواليهم جايين من بلاد تانية، لقوا التلاميذ بيتكلموا بلغتهم، والتلاميذ عمرها ما طلعت من البلد دي. يعني فجأة كده واحد في دمشق تلاقيه بدأ يتكلم روسي واحنا عارفينه طول عمرنا، او واحد بدأ يتكلم الماني واحنا عارفين جاب منين اللغة دي. ويبقى في واحد مثلا مصري بس عايش في روسيا، فيجي يسمع الواحد اللي بيتكلم روسي يقول له: انت عرفت روسي منين؟ فاهمين؟
فبيقولوا ده شكلهم سكروا وبي يعني بيقولوا اي كلام كمان جمعهم صدفه. فبطرس بقى واقف عدد 14. ايها الرجال اليهود الساكنون في اورشليم اجمعون ليكن هذا معلوما عندكم واصبوا للكلام كلامي، لان هؤلاء ليسوا سكارى كما انتم تظنون، لانها الساعه 3 من النهار، الساعه 9 الصبح، مش بس الساعه 9 الصبح، بل هذا مطيب يقول النبي يقول الله يكون في الايام الاخيره اني اسكب من روحي على كل بشر، فيتنبا بنوكم وبناتكم ويرى شبابكم رؤى ويحلم شيوخكم احلاما. فبدا يقول ان اللي حصل اللي انتم بتشوفوا ده انسكاب الروح القدس، ده الرب سكب روح. والمسيح بيقول خليكم قاعدين لغايه ما يجي الموعد، موعد امين. فايه الوعد؟ ايه الوعد اللي الله او ايه هو موعد الاب اللي الكنيسه مستنياه؟ ان يحل الروح القدس عليهم. طب مين اللي هيرسل بقى الروح القدس عليهم؟ المسيح. عشان كده يوحنا بعمل لك ايه؟ انا بعمدكم بالميه، لكن هيجي بعدي اللي اعظم مني اللي هيعمل ايه؟ هيعمدكم بالروح القدس. هيعمدكم بالروح القدس. فالمسيح طول خدمته ما عمدش التلاميذ بالروح القدس. ما حصلش الحلول ده بتاع الروح القدس على التلاميذ، لكن وعد انه هيرسله. استنوا هبعت لكم موعد. استنوا هبعت لكم موعد. بص كده في اعمال في يوحنا 7 المسيح بيقول ايه؟ في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا: إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب، من آمن به كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حياة. وكان عدد 39 بيفسر لي قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مجمعين أن يقبلوه. واخدين بالكم في المسيح لما بيتكلم إيه؟ إنه الروح القدس جاي وهيقبلوه التلاميذ، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد. فيوحنا بيكتب بعد ما الحاجات دي كلها حصلت وبعد ما الروح القدس عاطيه، لكن بيكلمنا على الاحداث وقت حياه المسيح، بيقول ايه؟ الروح القدس لسه لم يعطى. كان بيقول كلمه بقى تفسيريه، ليه الروح القدس لم يكن قد اعطي بعد؟ لان يسوع لم يكن قد مجد بعد. يبقى كده يوحنا عمل ربط بين ايه وبين ايه؟ بين تمجيد المسيح وارسال الروح القدس. بين تمجيد المسيح وإرسال الروح القدس. فالمسيح بعد الموت وبعد القيامة والصعود تقدر تقول كده إنه حصل له تتويج وجلوس على العرش. صفة الملك المتوج. وبعد ما اتوج وجلس على العرش ارسل الروح. طب ليه يرسل الروح للتلاميذ بعد كده؟ تقدر تقول دي انجاز التعبير، ده السلطان اللي بقى ليه بصفته جالس على العرش، الابن المتأنس جلس على العرش. فالمسيح علاقته بالروح القدس بصفته انسان كامل بعد القيامه غير قبل القيامه، او بعد الصعود غير قبل الصعود. بعد الصعود المسيح بيبعت الروح القدس للكنيسه، بيبعت الروح القدس للمؤمنين، بيمارس وظائفه بصفته الايه؟ الملك. من ضمن القصص اللي في العهد القديم اللي ساعدنا جدا نفهم الموضوع ده قصه داوود. لو انت متلخبط لسه معايا اسمع القصه دي. داوود لو تفتكر امتى اتمسح ملك؟ كان صغير صح؟ صمويل راح مسحه، كان مين ملك ساعتها قاعد على العرش؟ هل داوود اول ما اتمسح قعد؟ ما قعدش على العرش صح؟ عمل ايه داوود؟ دخل في شويه معارك. يعني بعد ما اتمسح بدا يخش في شويه معارك زي جلياط، بدا يحارب مع الفلسطينيين، بدا يحارب تمام؟ فالحرب بتاع داوود اشتغلت. المسيح برضه بعد ما اتعمد تقدر تقول كده تلمسها، هل بعد ما اتمسح المسيح بدا يخش في معارك؟ دخل في معارك مع دول الخير، لكن لسه ما ايه؟ المسيح بعد شويه هيهزم او في اقل اعدائه هيهزم.
شاب واتش واتش كده واحد مشاور يموت ده ممكن يحصل له ايه؟ هيقعد على العرش. فالمسيح برضه بعد ما يهزم ألد الاعداء بعد ما يهزم الشيطان على الصليب هيعمل ايه؟ هيجلس على العرش. وبعد بقى ما داود يجلس على العرش يبدا يمارس مهامه بصفته الايه؟ الملك. المسيح برضه هيعمل كده بعد ما يهزم ألد اعدائه في الصليب ويقوم هيعمل ايه؟ هيبدا يمارس مهامه بصفته الايه؟ الملك. فتقدر تقول كده القيامة كانت حفلة التتويج. تتويجه. والصعود بقى هو كده رايح على العرش عشان يعمل ايه؟ عشان يقعد. عشان كده لو تفتكروا في قانون الإيمان، عارفين قانون الإيمان ولا لا؟ أخدناه في درس كتير؟ درس كتير مش حافظينه مش مهم. لا حافظين لأن احنا حافظين لبنان. لو تلاحظوا في قانون الإيمان الأول، قانون الإيمان متقسم عارفين على الآب والابن والروح القدس والكنيسة. الاب والروح القدس حقيقه كلهم من اله واحد الله الاب مصطفى كل خالق السماوات والارض ما يرى وما لا يرى تمام. بعد ما خلص كلام على الاب يتكلم على مين؟ على الاب. بص بقى بيقول على الاب نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نؤمن هو اله حق من اله حق مولود غير مخلوق تمام مساوي لله في الجواب وبيأكد ان هو لاهوته من الاب من الازل هو ايه؟ هو واحد مع الله تمام. وبعد كده عمل ايه بقى؟ الابن دوت أنا بدي من أجل نحن البشر من أجل خلاصنا عمل إيه؟ نزل من السماء تجسم الروح القدس ومريم العذراء تأنس وإيه؟ وبعد كده شوف اتكلم على الميلاد وبعد كده صلب عنا في عهد بيلاطس البوبتي وبعد كده إيه؟ تألق وقبل وقام في اليوم الثالث تمام في الكتب تمام؟ وبعد كده عمل إيه؟ وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبي شايفين مركز على إيه؟ قانون الإيمان؟ فبالنسبة له دي كانت خطوة مهمة في حياة المسيح انه صعد وجلس وايضا ياتي في مجديه بيدين شايف قانون الايمان ملخص ازاي حياة المسيح الذي ليس المطين الاقدار. فمن ضمن قانون الايمان المسيح صعد وجلس. فالعهد الجديد بيسمي اللي عمله المسيح في القيامة والصعود ده تتويج المسيح. دي تقدر تقول التتويج اللي عمله نتيجة العمل اللي عمله في حياته نتيجة موته وألامه وضعته حتى الموت. فتقدر تقول كده القيامة والصعود هي الايه؟ التتويج. بعد ما انتصر في معركة الصليب بصفته ملك انتصر على الأعداء بيعمل ايه في العرش؟ جلس. عشان كده يقول لك ايه؟ كان كذا مرة العهد الجديد يقول لك جلس في يمين العظمة هجيبها دي بعد شوية. يعني ايه جلس في يمين العظمة في الأعالي؟ طيب فالمسيح قبل عشان بقى يبدا يرسل الروح القدس ويبدا يقود الكنيسه بالروح القدس ويبدا يبارك الكنيسه كان لازم الاول يعمل ايه؟ يتمم العمل. ده اللي يوحنا بيقوله في يوحنا 7. طيب تعالوا نقرا كده مع بعض عبرانيين 1. عشان يعمل ايه؟ يخدم. انه انسان كان؟ الله سبحانه. بس هو مش بس الله، هو الله المتأنس. يعني فهو بيطيع. يعني احتياج ولا؟ لانه انسان كامل فهو محتاج. ولا زي المعمودية عشان يكمل كل بر. عشان يعني. دي مش ضد دي. ينبغي انه يكمل كل بر، فهو بيتوب توبتنا، هو مش محتاج يتوب التوبة ديت، هو بيتحد بشعبه ده، لكن في الخدمة هو بيقول انا مش هكتب بقوة الروح القدس طبعا لانه انسان كامل فهو محتاج معونة الروح القدس عشان ده ان كان المسيح كان محتاج او المسيح ما خدمش غير بقوة الروح القدس امال احنا عارفينها الاحتياج مش مرتبط بالعجز او بالخطيه خد بالك ده تمكين واخد بالك؟ انا معاك انا موافق على انت مش بس موافق ده انا بمكنك انا بديك سلطان عشان كده المسيح بيقول ايه في متى 28 دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض فاذهبوا دفع الي ليه دفع الي؟ لانه مات وقام قبل القيامه ما كانش ليه ما قالش كده ما قالش دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض يقول دفع الي كل سلطان فاذهبوا الى العالم اجمع بعد ما قام خلي بالكوا لما تشوف المسيح بيتكلم هو الابن المتأنس انا مش عايز يعني بصفته الابن هو ليه كل السلطان طول الوقت هو الله وليه السلطان طول الوقت
لكن بصفته الابن المتأنس المسيح بيمارس دور رئيس لشعبه، نائب عن شعبه، آدم الثاني. كل ده عمله بروح القدس. فبص كده طبعين واحد. الله بعد ما كلم الآباء بالأنبياء القديمة بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، بص عمل إيه؟ جلس في يمين العظمة في العالي، صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. تمام؟ فالمسيح أخذ امتياز بسببه الابن المتأنس ما كانش له قبل الموت. ما كانش له قبل الموت. قبل الموت والإياب. إيه الامتياز دوت؟ إنه يملك ويقعد على عرش. داوود إنجاز التعبير. يجلس في يمين العظمة في الأعالي ويرسل الروح القدس للكنيسة. الابن المتأنس ده زمن بالنسبة لي. كونه تأنس يبقى دخل الزمن. ما هو لو قصة كده يبقى ليه صليب؟ ما يعمل الموضوع ده بره الزمن. الموضوع خلصان. فاهمة؟ فالله بيتعامل معانا في الزمن، الله دخل معانا في الزمن، تفاعل معانا في الزمن، مع إنه هو كل حاجة بالنسبة له بره الزمن، شايفها من أولها لأخرها بره الزمن، لكن في نفس الوقت الكتاب بيقول لنا الله مش بس كده، الله كمان متفاعل معانا في الزمن. فهي مش دي بس ولا دي بس، الله مش بس معانا في الزمن، ماشي معانا خطوه بخطوه، مش عارف النهايه ايه. انا قصدي دي حاجه، انت مش بتقولي كده، انت بتقولي لا ده هو كمان فوق الزمن فكل حاجه قدامه. برضه هي مش بس كده، لان ساعتها التواصل بيننا وبينه مش موجود، هو مش متفاعل معانا، واخد بالك؟ هو مش جزء من التاريخ. فالله تقدري تقولي هو اللي صانع التاريخ اصلا، وهو صانع التاريخ وبقى جزء منه كمان. اللاعب الرئيسي فهو أخذ يعني الأول يقول لك في عبرانيين 2 يقول لك إن المسيح اقتبس من مزمور 8 من هو الإنسان حتى تذكره ابن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلا على الملائكة تسلطه على العملية دي. يقول لك المسيح ده اللي كان في التأنس بجهاز التعبير أقل من الملائكة، لكن بسبب اللي عمله أعطاه اسمه فوق كل اسم. ما دي الحاجات اللي توقع اللي وقعت أريوس. يعني أريوس كان لما بيقرأ عن المسيح لما يقرأ آيات زي ديت يحس الإحساس ده، يقول لك يبقى المسيح مش مساوي للرب. فدي وقع. ما أنا ما عشان كده أنت مش بتقرأ الآية دي لوحدها. يعني قبلها على طول بص يقول عليه إيه؟ في توازن. بص قبلها على طول يقول عليه إيه؟ يقول هو بهاء مجده رسم جوهره حامل كل الأشياء بكلمة قدراتي. رسم جوهره يعني يقول لك نفس الجوهر. فهو في الآية يقول ان هو ايه؟ مساوي. لكن من ناحية تانية المسيح انسان كامل، فبصفته انسان كامل هو يعني بيخضع الآب، يعمل مشيئة الآب. لا لا هذا ده احنا قلناه في التألوس. تحضرت معايا التألوس انا متأكد. ما حصلش تغيير في ألوهية المسيح. الألوهية لا زادت ولا نقصت. لا تضاف إليها من التأنس ولا تقلل منها. الألوهية ما بتتأثرش. لكن حصل اتحاد بين الألوهية والإنسانية في شخص المسيح. يعني حسن بقى لسنا محمود يعني اللي هو كل بتاع بدأ ما يظهرش. لا برضه مش كده. احنا دي قلناها في حاجات كتير. فاحنا قلنا إن المسيح فاكر لما قلنا إن المسيح عارف كل حاجة ومش عارف كل حاجة. فاكر؟ المسيح اتجرب، طب والله لا يجرب، طب المسيح هو الله، حصل احتمال الجمل دي زي ما بعرف، صح؟ مش كده؟ الله الابن
انسانيه. لا مش الجمله كده بقى فيها مشكله. اول نقول ان الله الابن اكتسب طبيعه جديده، يبقى كده في تغيير في الالوهيه كده، الصياغه غلط. ماشي، يعني بعيدا عن الفاظ الجزء التعبير، هو اصلا كل الالفاظ لا، في الفاظ انه صار انسان. يعني مثلا دي ما هو صار انسان، يعني هو ما كانش انسان وصار انسان. اي هو اتحد بالانسانيه، يعني اتحد برضه، يعني هو ما كانش متحد بقى اتحد. اي ففي حاجه جديده حصلت، مش فيه، مش في جوهره. بس اهل حاجه، لا الجوهر ما خدش حاجه، الجوهر لا ما بيزيدش عليهم بينقص منه. ماشي انا معاك، لا بس يعني انت عايز، هديك مثال بس. انت انسان صح؟ اه. لو انت بقيت دكتور لسه انسان ولا لا؟ لسه انسان. هل انسانيتك اتغيرت؟ قلت او زادت؟ ما قلتش ما زادتش، بس انا اكتسبت حاجه، انا اكتسبت خبره. انت كشخص اكتسبت شخص، لكن كطبيعه انت ايه؟ بقيت محترم. لا زادت ولا قلت؟ يبقى كده هل انسانيتك بقت اسمى؟ بقت افضل؟ مثلا ايه؟ انسان مثقف. بس انت اللي يميزك ان انت مثقف ولا انت صورة الله؟ انت في ان انت مثقف ولا صورة الله؟ مثقف طبعا. انتوا عارفين ان انتوا بتقولوا ده معناه ان المثقف قيمته اعلى. لا ما اعرفش غلط، ده تستنى عليه. بس مثلا برضه مش كده، برضه اللي بيحصل مع الناس مش عارف، مش هقول اعرف. يعني تشبيه. بس الفكره كفكره ان هو ما كانش فيه حاجه وبقى فيه حاجه. لا مش في جوهره، هو الالوهيه بتاعت الانسان. انا عايز ترجع للمحاضره بتاعتك، تقلص الفيديو وتسمعها، هتلاقي بنرد على الموضوع ده بس عشان قلناها سيرفر. كنت هقول شغله قريبه بس حته ثانيه، فكره الاحتياج او فكره الانسان، انا بتكلم من الذات، انا بتكلم على فكره الاحتياج. انا بقول ان هو في الاول بس في حته انه بقى في احتياج، هل الاحتياج ده كان موجود من قبل كده؟ كانسان؟ الابن ما عندوش احتياج، لكن الابن المتأنس بيبوع. يبقى احنا بنقول ان ما عشان زي ما قلت لك يا راتسي، احنا قدام سر. ايه هو السر؟ ازاي ان هو شخص واحد وله طبيعتين، والطبيعتين ما امتزجوش وما انفصلوش. يعني ايه؟ انفصلوا واقتنعوا انهم ما انفصلوش وما امتزجوش. يعني انا مقتنعه ان زهرات الابن في العهد القديم كانت زهرات فيها تجسد. لا ده مش تجسد، يعني كان مش عارف تجسد. لا ده اسمه ظهور، الملائكه كده، لكن ده مش تجسد. التجسد حاجه اعمق من كده، التجسد بقى واحد مننا، بقى له نفس بشريه وعقل بشري وحكمه بشريه واراده بشريه. ساعات بتسالني من عبادي على فكره، هل كان نفس شكله؟ مش شرط، ما نعرفش بتاع العهد القديم. ما اعرفش، ما اعرفش. يعني مثلا لما ظهر في العليقه ظهر ازاي؟ بصفة النار في شجرة وبيتكلم. كل إعلان ده برضه قلناه زمان في بداية درس الكتاب، كل إعلان لمادة الله في الكتاب المقدس هو مفهوم الإبن. كل إعلان مفهوم الإبن. لكن أنا عايز أرجع بيكم تاني اللي إحنا فيه ده دلوقتي. أنا عايزك تفكر إن المسيح ده إنسان كامل، فالإنسان الكامل ده وصل لذروة تتويجه في القيامة والصلاة. واخدين بالكم؟ وصل، يعني خلاص مش هيعدي بعد كده، هيكمل بقى مهامه، هيتمم مهامه في المجيء التاني، لكن هو وصل لزرمة تتويجه في القيامة والصعود. عشان كده لو تفتكروا معايا في الابن اتنين، لا الابن المتأنس لا. ليه؟ مثلا قبل القيامة المسيح ينفع يتشتم ويتضرب ويتصلب ويموت، بعد القيامة لا. ينفع يبعت الروح القدس، ارسل الروح القدس. ليه الوعد ده بتاع يقول اتنين استنى لغايه ما المسيح يصعد؟ يوحنا قال ايه؟ لان المسيح لم يمجد بعد، لان الروح القدس كان هيجي الكنيسه. يعني عارف يعمل ايه؟ يجي يبارك الكنيسه ويقوي الكنيسه ويشدد الكنيسه بالعمل اللي عمله المسيح على الصليب. فاهم؟ ده بيبين فرق ايه؟ والعمل عمل، بس انت تفعيل العمل ده. يعني انت مثلا المسيح مات من 2000 سنه، العمل ده اتفعل في حياتك انت في القرن ال 21. مين اللي فعل؟ مين اللي جاب العمل اللي عمله المسيح وفعله في حياتك انت؟ يعني ايوه كان تم، لكن المسيح تقدري تقولي كده دي حفله، الانتصار تم، لكن الجلوس بعدما صنع تطهيرا لخطايانا
النتيجة الطبيعية بقى انه صنع تطهير للقتال انه ايه اللي يحصل؟ يمارس مهامه بصفة الملك. فعشان يمارس مهامه بصفة الملك هيعمل ايه؟ هيجلس على العرش الناس. طب كده معايا مزمور، مزمور 110 انتوا عارفين الموضوع ده مهم ليه؟ مهم لحاجتين. مهم لان احنا ساعات بنفتكر ان المسيح عمل حاجه من 2000 سنه وانت بقى بتحاول يعني تفهم بس اللي حصل من 2000 سنه تحاول تقلده وتعمل زيه يبقى ملهم بالنسبه لك. عمل من 2000 سنه لكن المسيح دلوقتي فين بيعمل ايه؟ مش مهم، مش قضيتي. دي مشكله كبيره لو انت بتفكر في المسيح كده، لو انت بتفكر في المسيح على اساس انه شخص كان موجود من 2000 سنه وخلاص، لكن انه مش حي دلوقتي بيعمل حاجه دلوقتي ولا انت بتتكلم، يبقى في مشكله. حاجه ثانيه، الروح القدس. احنا دايما بالنسبه لنا الكلام عن الروح القدس ده مش بتاع كنيستنا هنا، ده بتاع الروح القدس دول بتوع الناس اللي الهايبرين اللي بيتكلموا عن الروح القدس كتير. ده كلام غلط. احنا كل حاجه بنعملها في الكنيسه لو مش مبنيه على عمل الروح القدس يبقى احنا بنهزر. كل اللي احنا بنعمله مجرد انشطه. احنا اي حاجه ليها علاقه بالمسيح هي ليها معنى في حياتنا وبتغير حياتنا وبتشكل حياتنا بسبب الروح القدس اللي بيعمل كده بنفسه. كل تبكيت، كل توبه، كل غفران، كل فهم، كل فهم كلمة الله، كل شركة، كل اتحاد بالله، كل صلاة بالروح القدس. فأي علاقة بين عمل المسيح وبيننا، بين كلمة الله وبيننا، اللي بيعمله الروح القدس. طب مين اللي أرسل الروح القدس عشان الموضوع ده يحصل؟ المسيح. أرسله إمتى؟ لما صعد. لأنه كان لازم يصعد بعد القيامة ويبعت الروح القدس عشان ده يحصل فين؟ في الكنيسة. عشان كده قال التلاميذ استنوا هبعت لكم الروح القدس. هتتعمدوا بالروح القدس. ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم. هتكون لي شهود لما يحل الروح القدس عليكم. هتعرفوا تتكلموا عني. أنا هبعته لكم. فهو مارس دوره بصفته الابن المتوج. طب فين دور الآب هنا؟ يعني المسيح صعد وأرسل الروح القدس. أول الصبح حتى بتاعتيت وانت عارف عشان انا مش فاهم. مزمور 110 قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. فمين اللي مد السلطان للابن انه يعمل كده؟ الاب اهو شايفه. فالاب مد الابن السلطان انه يدير شؤون الكنيسه بالروح القدس. فاحنا بنرفع صلواتنا لله الاب بسبب عمل المسيح وقوه الروح القدس. فقال الرب الرب اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك. كلمه اجلس عن يميني هنا مش معناها ان الله عنده كرسي قاعد عليه ويجيب الابن يقول له تعالى اقعد جنبي على ايدي اليمين. لكن ده مصطلح كنايه عن ايه؟ عن القوه والسلطه. انا بديك السلطان، انا بديك القوه. عشان كده المسيح يقول في متى 28 دفع الي كل سلطان. دفع الي كل سلطان. فتقدر تقول كده ان جلوس المسيح ده جلوس على العرش، عرش ابن داود. لما الرب يقول لداود انت في واحد من ولادك هيقعد على كرسي مملكتك الى الابد، هو بيتكلم عن مين؟ يسوع. فالمسيح قعد على كرسي داود. افتح بقى معايا كده اعمال 13. طيب اقرا اعمال 13 ويجي سؤالك. ماشي خلي فيني 10 بقى. يا معلم دلوقتي يعني على بص اول 13 بوليس هيوعظ عن قيامة المسيح. تمام؟ يقول ايه بقى؟ عدد 26 أيها الرجال الإخوة بني جنس إبراهيم والذين بينكم يتقون الله إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص. لأن الساكنين في أورشليم ورؤسائهم لم يعرفوا هذا وأقوال الأنبياء التي تقرأ كل سبت تبنوها إذ حكموا عليه. حكموا عليه اللي هو حكموا على مين؟ المسيح. على المسيح. ومع أنه لم يجدوا علة واحدة للموت طلبوا من بيلاطس أن يقتل. ولما تمموا كل ما كتب عنه
أنزلوه عن الخشبة ووضعوه في قبر، ولكن الله أقامه من الأموات. وظهر آيات كثيرة للذين صعدوا معهم للجليل إلى أورشليم الذين هم شهود عند الشعب، ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لأبائنا. في وعد. إيه الموعد؟ لأن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولادهم، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني: أنت ابني أنا اليوم. فاكرين المزمور الثاني ده؟ أنت ابني أنا اليوم ولدتك. يبقى كده أنا اليوم ولدتك معناها إيه؟ أنا اليوم أقمت. فلما بيقول أنا اليوم ولدتك مش بيتكلم على ولادة المسيح، لكن بيتكلم على إيه؟ على قيامة المسيح. تمام؟ إنه أقام الأموات غير عديد أن يعود أيضا إلى الفساد. فهكذا قال: إني سأعطيكم مراحل داود الصادق. ولذلك قال أيضا في مزمور آخر: لن تدع قدوسا يرى فسادا. عايزك بقى تفتح مزمور 2 وتقرأ كده مزمور 2، تشوف المزمور ده بيتكلم عن إيه. ده المزمور اللي بولس استخدمه عشان يتكلم عن ايه؟ عن القيامة، مش عن ميلاد المسيح، مش عن ولادة المسيح، عن القيامة. لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه القائلين: لنقطع بيوتهما ولنطرح عنا ربطهما. الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم، حينئذ يتكلم عليهم بغضبي ويرجفهم بهيصي. أما أنا، بص بقى، أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي. مين الملك الممسوح؟ المسيح. اللي أخبر من جهة قضاء الرب قال لي: أنت ابني أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك، تحطبهم بقضيب من حديد مثل إناء غساف تغسله. إمتى ده هيحصل؟ إمتى المسيح يبدأ يمارس الدور دوت إنه يرعى الأمم بعصا من حديد؟ من إمتى يبدأ الدور ده يتمارس؟ بعد القيامة. بعد القيامة. فده دور مش لسه المسيح هيبدأ يمارسه في وقت ما في المستقبل، ده دور بدأ يمارسه من إمتى؟ من بعد القيامة والصعود. المسيح جلس على العرش وبيخضع الناس. بيخضع الناس ازاي؟ دي حاجة من الاثنين، يا اما بيؤمنوا يا اما هيدلهم. فاللي كانوا اعداء بيخضعهم بطريقتين، يا اما تقدر تقول يا اما هيبقوا بتوعه، هيبقوا موالين ليه، يا اما هيعمل فيهم ايه، يا اما هيدلهم. وهو جلس على ايه؟ على عرش الملك. فتقدر تقول المسيح دلوقتي هو ملك متوج قاعد على العرش، انتصر في المعركة النهائية، والمملكة بتاعته فيها متمردين. واخدين بالكم؟ عارف انت اللي بيبقى فيه ملك والمملكة فيها متمردين؟ فهو بيعمل ايه بقى في المتمردين دولت؟ يا اما يخدعهم يبقوا بتوعه، يا اما يمسكهم ويسيبهم، لغاية ما هيجي في يوم في الآخر يعمل ايه في كل المتمردين؟ يقطع لهم. يبقى الناس كلها يا اما مسجونين محبوسين، يا اما مالهم بتوع موالين ليه وخاضعين لملكوته. وده الوضع النهائي بتاع السمك ده والارض دي. هيبقى في ناس عايشه معاك سبب هو الملك، وناس ثانيه مسجونه محبوسه. وساعتها بقى ايه؟ كل اعدائه اخضعت ليه. لكن دلوقتي هو ايه اللي بيحصل؟ دلوقتي احنا في عمليه ايه؟ الاخضاع. سؤالك يا فيل عشان تفهم. عشان كده احنا بنقول انه مين اللي خد السلطان؟ الابن المتأنس. خد بالك؟ فالابن المتأنس يعني مش عايزك ابدا تفصل ما بين ألوهية الإنسانية في المسيح وما تمزجهمش. خد بالك؟ فالابن المتأنس اخد دفع عليه كل سلطان انه يدير شؤون الكنيسة. الآب أعطاه السلطان ده. بعدين ممكن أقول لك حاجة تانية، طب ما الابن المتأنس أرسل الروح. هل معنى إنه أرسل الروح إن الروح قال؟ لا. تمام؟ طبعًا مش معنى كمان إن يبقى في أدوار مختلفة بين الأقانيم، إن حد بيرسل حد، إن حد بيخضع لحد، إن ده قيمته أقل من حد. لكن لو فعلًا لو في حد عنده احتياج والتاني بيديهوله يبقى في مشكلة. فهو مش كده. لكن بصفته الابن المتأنس
هل اتوج؟ هل الله قعده على العرش؟ ليه؟ لانه استحق، لانه عمل ايه؟ اعطاه حتى الموت. انتوا عارفين في فيليب 2، افتكروا كده معايا فيليب 2، المسيح عمل ايه؟ اخلى نفسه اخذا صوره عبد، صائرا في شكل الناس، وزوجه في لاية كانسان، وضع نفسه واعطاه حتى الموت. لذلك عمل ايه بقى؟ رفعه الله ايضا واعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم يسوع، مش بس باسم الابن، باسم الابن المتهلس، لكي تجثو باسم يسوع كل ربة مما في السماء وعلى الارض وتحت الارض، ويعترف كل لسان ان يسوع رب المجد الله. يبتحي احسن. هل دلوقتي كله خاضع؟ لا. لسه عمليه الاخضاع مالها؟ شغال. فاحنا بيجي يوم الحد بنمارس نوع من الخضوع. خلي بالك احنا بنسجد اسم المسيح، صح؟ مخضوع، خضوع. في ناس بتمثل انها خضعه وهي مش خضعه، وفي ناس متمرده مش راضيه تخضع. هتخضع في الاخر، هتخضع في الاخر، المسيح هيخضعها في الاخر. يا اما هيبقوا زينا، يا اما هيخضعوا غصب عنه، زي الملك اللي بيبقى مرسوخ في حرب اسير ويجي في الاخر ويسجد، ما عندوش حل خالص غير انه يسجد قدام الملك المنتصر، مع انه من جواه كاره الملك ولا بيحبه؟ كارهه، لكن بيعمل ايه؟ بيسجد قدامه وبيخضع ليه، ما يقدرش يتمرد عليه. ده هيبقى وضع الاشرار في النهايه، ده اللي هيحصل مع المسيح في النهايه. طيب تعالوا نشوف ايه بقى عمل المسيح بعد تتويجه وجلوسه على العرش. المسيح مش بس بيخضع الاعداء، ده المسيح بيمارس ادوار، بيمارس الثلاث ادوار دول. دلوقتي نبي وكاهن وملك. فالمسيح لغايه دلوقتي هو الابن المتأنس. يعني في ناس فاهمه ان المسيح وهو قبل ما يجي على الارض كان الله بس، بعد كده جاء على الارض بقى الله الكامل الايه؟ الانسان الكامل. وبعد بقى ما خلص شغلته الصليب والقيامه رجع بقى الله الكامل بس، والانسانيه مالها؟ سابها. غلط. ده هو جالس دلوقتي بصفته ايه؟ جالس دلوقتي بصفته الايه؟ الابن المتأنس، بصفته ابن داود. فهو بيمارس دوره دلوقتي بصفته الابن المتأنس. وهيجي تاني لو تفتكروا في اعمال 1:11 بيقولوا ايه الملائكه تقول للتلاميذ؟ انه هيجي وقت وهيعمل ايه؟ اللي انتوا شفتوه طالع هيجي لكم تاني. فالحقيقة لما المسيح هيجي تاني ده مش هيبقى تأنس جديد، مش هيحصل تأنس تاني. ده الابن المتأنس اللي احنا مش شايفينه دلوقتي هيجي في يوم من الايام ويعمل ايه؟ ويجيبنا تاني. هو نفسه تاني. وهو دلوقتي الابن المتأنس بيمارس بقى ايه؟ مهامه. ايه بقى المهام اللي بيمارسها؟ مهام نبويه وكهنوتيه وملكيه. تقول لي المسيح لغايه دلوقتي بيمارس دور نبوي؟ بنفسه يا شيخ؟ ولا بيبعت ناس؟ لانه المسيح عمل ايه بقى؟ لما المسيح صعد عمل ايه في الكنيسه؟ ارسل سبع سبيا واعطى الناس عطايا. فاكرين بس اربعه؟ برافو عليك. المسيح سبع سبيا واعطى الناس عطايا، فاعطى البعض ان يكونوا رسلا وعلى انبياء معلمين ايه؟ لتكميل الخدمه لبنيان جسد المسيح. فهو بقى بصفته الابن الملك اللي صعد واتوج وحصل على نوع من الاب، ارسل الروح القدس كان الوزراء بتوعه كده، كل واحد فارسل الروح القدس التمييز بمواهبهم عشان يعمل ايه؟ عشان يدير شؤون كنيسته. فيدي مثلا المعلمين والخدام الناس اللي بتوعظ كل يوم حد اللي بيوعظوا بعمل الروح القدس، ده صوت المسيح النبوي. زي بالظبط يوحنا المعمدان كده لما يقول ان هو صوت صارخ. خدي بالكم مش هو نفسه اللي بيصرخ، ده هو صوت حد بيصرخ. فاحنا كل مره بنخدم الخدام اللي بيخدموا بعمل الروح القدس، ده صوت المسيح للناس. فلما الناس تقعد تسمع الوعاظ، هم مش بس بيسمعوا الوعاظ، هم بيسمعوا مين فعليا؟ المسيح نفسه. فرفض كلمه الله هو مش بس انت مش بترفض كلام الاساس موقف من حد، انت بتقاوم وبترفض مين؟ الله شخصيا. كلام في منتهى الخطوره، صح؟ يعني بركه كبيره ان احنا نسمع ان ربنا بيكلمنا كده من خلال الناس، من خلال الخدام، صح؟ اي حد يقف يقول اي حاجه يبقى المسيح بيتكلم. ما هو بقى لو واحد ممكن واحد يقول لو بالروح القدس، لو الشخص ده امين وعامل روح القدس يبقى ده المسيح بيتكلم. ايش عرفنا احنا ده؟ احنا بنفهم في ضوء كلمه الله بتفحصي الكلام. في ضوء كلمه الله طبعا، بس مش اي حد يقف على المنبر يقول اي حاجه يبقى احنا. لا طبعا مش اي حد يتكلم، لو حد قال حاجه مرافضه لكلمه الله. عشان كده بولس بص يقول ايه؟ كويس انت سالت وقلت ده. افتح كده معايا بولس الاولى 12.
هي عشان شفت صلحت الدنيا يا سيدي. رون سكونة 12 وأما من جهة المواهب الروحية أيها الإخوة فلست أريد أن تجهلوا، أنتم تعلمون أنكم كنتم أمرا منقضين إلى الأوثان البطن كما كنتم تصابون، لذلك أعرفكم أن ليس أحد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع نتيمة. يعني مفيش حد هيقول لي أنا روح الله اللي خلاني أتكلم وداخل يقول لي إيه؟ يسوع ملعون، محدش هيعمل كده. يبقى اللي بيقولوا ده مش روح الله. وليس احد يقدر ان يقول ان يسوع رب. من الناحيه الثانيه بقى ما حدش يقدر يقول ان يسوع رب من الاب الا بالروح القدس، تمام؟ بعد كده يقول ايه؟ بعد يقول انه في انواع مواهب ويتكلم عن مواهب كتير. يقول في عدد 12 لانه كما ان الجسد هو واحد وله اعضاء كثيره وكل اعضاء الجسد الواحد اذا كانت كثيره هي جسد واحد كذلك المسيح ايضا لاننا جميعنا بروح واحد ايضا. ايه اللي حصل فينا؟ اعتمدنا الى جسد واحد. ده من الاماكن القليله جدا اللي بيستخدم فيها كلمه المعموديه وربطها بالروح القدس. في 7 حتت في العهد الجديد بيربط المعموديه بالروح القدس. 4 منهم بيجوا مع يوحنا المعمدان اللي هو هيعملكم بالروح القدس، هيعملكم بالروح القدس، ودي واحده من 7. فدي برضه بيقول احنا كلنا تعمدنا بالروح القدس الى جسد، كلنا اتحدنا بالمسيح بسبب عمل مين؟ الروح القدس. الروح القدس عمدنا او يعني بعد المسيح عمدنا بالروح القدس وادانا مواهب. فادانا مواهب عشان يدير شؤون كريستو بصفته الابن الايه؟ المتواضع. من ضمن الادوار اللي بيمارسها الدور الايه؟ النبوي. فبيعلم كريستو. بيفكر كريستو، بيحصل كريستو. زي ما النبي كان بيعمل في العهد القديم. يحصل، يعلم، يوبخ، يشاور الناس على الله. فالمسيح بيعمل كده من خلال ايه؟ الخدام اللي عمل كده، وبيعمل كده بايه؟ بالروح القدس. فالمسيح مش بس بيعمل دور نبوي، ده كمان بيعمل دور كهنوتي. مش فاهم السؤال. معلش كما يشاء. كما يشاء. انت عارف كلمه الدور النبوي هنا مش معناها ان احنا انبياء بحصر. طبعا انا قصدي انبياء بالشكل ده، ان احنا بنحصر يعني مش بنقول كده، احنا بنقول المستقبل. لا انا مش بقول كده، بقول كده بكلمه الله. بس في شفاء وفي كلام حكمه وفي كلام علم. لو روح القدس حب يعمل كده في اي وقت يقدر يعمله. لكن في ده طبعا الموضوع كبير، موضوع مواهب الروح القدس. هو مش موضوع النهارده بنتكلم على دور المسيح في الصعود. لما نيجي نتكلم على الروح القدس هنتكلم على مواهب الروح القدس، وهل في مواهب مستمره ولا لا؟ من ضمن مثلا المواهب اللي اداها الروح القدس الرسوليه، اعطى البعض ان يكونوا رسلا. فهل دي مستمره؟ اشمعنى؟ علشان الرسل ده كان وقت الكنيسه متاسسه. اشمعنى دي اللي عملت فيها كده؟ عشان الرسل، عشان احنا فعلا مفيش رسل دلوقتي. اشمعنى؟ اعرفك، ما في ناس تقول احنا رسل والروح القدس ده اللي بنبقى رسل. فده موضوع كبير. موضوع كبير، بس اكيد من الرسل بتشطب على الكون المهي، صح؟ لانه المفروض يعني اكيد الروح القدس مش هيتغير. ممكن المواهب اللي نافعه للوقت ده مختلفه. طبعا فده موضوع تاني. برضه المحاضره بتاعت قانونيه العهد الجديد هتكلم شويه عن الموضوع. قانونيه العهد الجديد. قانونيه العهد الجديد. هتكلم شويه عن الموضوع. بس انت يعني مش يعني انا عايز اعرف رايك. بعدين. طبعا في مواهب وقفت. في ما بلاش لي معنى دلوقتي. انا ما اعرفش انه بيبقى ماشي وقت زي ايه؟ طيب الرسوليه مثلا. زي النبوه. تكلم الرساله انا شايف انه ملوش معنى دلوقتي. كان له هدف ساعتها. لكن دلوقتي انا مش شايف له نفس الهدف. حتى لو بترجمه. ده برضه اللي بالنسبه لي غريب يا بني، انا ما شفتوش. يعني انا ما شفتش حد بيقول احنا بنمارس موهبه الروح القدس وبيبقى في 2-3 بيترجموا ونفرس الكلام. فبنسمع رساله من الله مش موجوده في كتاب المقدس. انا ما شفتش النموذج ده. لكن هل ربنا ممكن يعمله مثلا لو انا رحت ارساليه في بلد انا ما اعرفش لغتها، انا سافرت والاقي فجاه نفسي بتكلم وحد من البلد يروح مترجم لي؟ الروح القدس يعمل اللي هو عايزه في الوقت اللي هو عايزه. واخد بالك؟ لكن هل معنى ان انت ما شفتش دي مش موجود؟ لان مش بس كده، لانه الطريقه اللي المفروض يتمارس بيها
محدده وليها قرينه معينه ونظام معين. زي ما موجوده في الكتاب، فلو حصل بالشكل في الكتاب ولازم كمان تقول لي حاجه. خلي بالك انت لازم تقول لي حاجه عشان يبقى بالنسبه لي ده حاجه مش موجوده في الكتاب اصلا. خلي بالك، خلي بالك الكلام ده، وقت الكلام على التكلم بامثله كان كتير جدا في وقت الوحي مش مكتوب. يعني الناس دي ما عندهاش زي نص ممكن تقعص منه دايما. ليه ما كان في نصوص عهد قديم؟ بس مش كل الكنائس عندهم نصوص عهد قديم. الموضوع كان لسه الكنيسه بتتطور، ما تتخرجنيش من الموضوع دلوقتي، موضوع كبير. عايز وقت. انا عايز اركز في ادوار المسيح. الدور زي بالظبط التلاميذ اللي بيدرسوا المسيح، انت هتقول دور المسيح، مش دلوقتي، استنوا خلينا في الموضوع تاني قبل. الروح القدس، خلينا نتكلم عن الروح القدس. عايز اسال حاجه على الادوار دي، الادوار دي ازليه؟ ده سؤال حلو قوي. سؤال عماد، انت قصدك ابديه هتكمل للابد ولا لا؟ يعني ازليه يعني في نفس الوقت هل هي منذ الازل وهتكمل للابد ولا؟ ده سؤال كويس. تبص على الادوار وادي سؤال. ده سؤال حلو قوي. خلينا اول نشوف الدور الكهنوتي، هل المسيح بيمارس دور كهنوتي دلوقتي؟ بيمارس دور كهنوتي، مش انه بيقدم ذبيحه. مش بيقدم ذبيحه، لكن بيصلي لاجلنا، بيشفع فينا. تمام؟ وبيشفع فينا وبيصلي لاجلنا بناء على العمل اللي عمله، بناء على الذبيحه بتاعته. فهو لغايه دلوقتي بيشفع فينا. هنفتح شيئا كده، شو كده اللي عماد بيقولوا ينفع يجاوب عليه ولا لا. في عبرانيين 7. طب شايف الجسد والدم دلوقتي مش دول كهنوتي؟ هو ذبيحه. طب امسيه، لو الجسد والدم دول ذبيحه، يبقى اللي حصل في الصليب ما كانش كامل، يبقى احنا عاملين نعمل نكرره تاني. شوف بقى كم مره، عايزك تبقى تشوف كم مره العبرانيين بيقولوا انه قدم نفسه مره واحده فوجد فداءً لأبدين مره واحده. اللي بيحصل في الميته مش ذبيحه، دي حاجه تانيه. هناخد بره على الميته. العبرانيين 7، بص هيقارن ما بين المسيح وملكي صادق، او يقارن المسيح وكهنوت ليه. يعني مستخسر ما اقراش جزء كبير. عبرانيين 7:11، فلو كان بالكهنوت اللاوي كمال اذا الشعب اخذ الناموس عليه، ماذا كانت الحاجه بعد ان يكون كاهن اخر على رتبه ملكي صادق ولا يكون على رتبه هارون؟ ليه بيتكلم على كهنوت على رتبه ملكي صادق؟ اللي في مزمور 110 بيقول ايه؟ انت كاهن الابد. يعني في وعد بعد، بيقول قال الرب للرب اجلس على يميني حتى اضع اعدائك موطنه قدمي. عشان النهارده بقى يقول لك ايه؟ انت كاهن الى الابد. واخد بالك يا عماد من كلمه الى الابد؟ انت كاهن الى الابد على رتبه ملكي صادق. لانه ان تغير الكهنوت فبالضروره يصير تغير الناموس ايضا، لان الذي يقال عنه هذا كان شريكا في سبط اخر لم يلازم احد منه المسبح. بيتكلم عن انهي سبط؟ سبط لاوي. يعني يقول لك ملك صادق مش من سبط لاوي، والمسيح مش من سبط لاوي، وسبط لاوي بس هو اللي كان مناسب للمذبح. فانا بتكلم على ليفل تاني، على كهنوت من درجه تانيه. فان هو واضح ان ربنا قد طلع من سبط يهوذا. بيتكلم على مين؟ المسيح. عن المسيح الذي لم يتكلم عنه موسى شيئا من جهه الكهنوت. فسبط يهوذا ما كانش له دعوه بالكهنوت. فهو عايز يقارن دلوقتي، هيقارن ما بين كهنوت المسيح وكهنوت ملك صادق. المسيح مش من لاوي، ده كهنوت مختلف. وذلك اكثر وضوحا ايضا ان كان على شبه ملك صادق يكون كاهن اخر، قد صار ليس بحسب ناموس وصيه جسديه بل بحسب قوه حياه لا تزول. فالمسيح كاهن مش بحسب الناموس اللي خده موسى، نظام تاني، لكن ده نظام تاني خالص بقوه حياه لا تزول، لانه يشهد انك كاهن الى الابد على رتبه ملك صادق. فانه يصير ابطال الوصيه السابقه من اجل ضعفها وعدم نفعها. ايه الوصيه السابقه ديت؟ الكهنوت بتاع ايه؟ لاوي. فده كلام يقول لك ان كل اللي كانوا بيعملوه اللاويين من ناحيه الذبايح اللي بيقدموها دلوقتي ملوش معنى، خلاص بقى غير نافع. اذا الناموس لم يكمل شيئا، ولكن يصير ادخال رجاء افضل به نقترب الى الله. وعلى قدر مع انه ليس بدون قسم، لان اولئك بدون قسم قد صاروا كهنه. كانوا على اللاويين. اما هذا فبقسم من القائل له اقسم الرب ولن ينفع ان تكاهن الى الابد على رتبه ملك صادق. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهدا افضل،
وأولئك قد صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم بالموت عن البقاء. كان كل شوية الكهنة يحصل له إيه؟ يتغير. رئيس الكهنة يموت يجي واحد تاني، رئيس الكهنة يموت يجي واحد تاني. وأما هذا فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد، يبقى إلى الأبد، واخد بالك من الدور الأبدي، له كهنوت لا يزول. فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين يشفع فيهم. يخلص يخلصهم الى التمام. واخد بالكم انه هيخلصهم الى التمام، فاحنا ده معناه ان احنا خلصنا ماله؟ ما اكتملش، بدا لكنه لم ايه؟ يكتمل. واللي هيكمل خلصنا ان المسيح دلوقتي جالس على يمين عرش الله بيمارس دور ايه؟ كهنوتي. فانت لو في احتمال ان خلاصك يكمل فهو موجود، او مش احتمال لو خلاصك هيكمل ده موجود، لان المسيح دلوقتي انسان كامل، رئيس كهنه بيصلي لاجلك بيشفع فيك. يشفع فيك، يصلي الأجل، بعد يسمده. بعد القيامة، بعد القيامة، السماء. خلاص يكمل. أنت علاقتك بالله دايماً، الله دايماً هيشوفك في المسيح. أنت مش هتتشاف أبداً بمعزل عن المسيح. ليكون هو بكراً بين إخوة كثيرين طول الوقت. يعني إحنا دايماً هنتشاف بالنسبة لله على إننا شعب، وعلى إن إحنا في مين؟ في المسيح. فأنت ارتباطك مع الله الى الابد هيفضل دايما مرتبط بوجود اخوك البكر معاك في شعرك. مش عارفين هل حد هل هنبقى كلنا معرفه ولا هيفضل يعلمنا؟ ولا محتاج دور كاهن في السماء في ايه؟ محتاج كاهن. الكاهن هو اللي ربطك بين الله. يعني الكاهن هو انجاز التعبير، هو الوسيط اللي بينك وبين الناس طول الوقت. هل ادم كان كاهن في الجنه؟ كان كاهن. آدم مارس الأدوار الثلاثة قبل السقوط. يعلم مراته، هيعلم ولاده، هيهتم بالخليقة، بيحرس الخليقة، بيحمي الخليقة، ده مارس دور ملكي. فالمسيح هيفضل طول الوقت هو الوسيط بيننا. بس الآية اللي هي سنعرف كما عرفت دي، يعني ما يتقاليش إن احنا هنبقى بنفس الجهل دلوقتي. مش بنفس الجهل، بس مش تبقى كل المعرفة. مش هنبقى بس هنبقى مختلفين. طبعا هنبقى مختلفين، لكن هتفضلي تعالي اللي يحصل لك. هنفضل نعرف؟ طبعا تعلمي، طبعا تفضلي تعرفي حاجات. هو مفيش وقت شيف هفضل اعرف ولا ايه؟ مفيش نهايه، هو نفسه. هي قصه مفيش نهايه؟ وانت هتفضل طول الوقت يعني خلي بالكوا فكره ان مفيش وقت دي فيها مشكله برضه. هو في وقت؟ في وقت؟ لان احنا ما دام احنا مخلوقات يبقى في وقت. الوحيد اللي ما عندوش وقت الله بس. فاحنا مش احنا هنبقى خارج الشكل ده من الوقت، لكن فكره بس احنا لو بنروح بس مش فيك ولا انت ما جيتش مره فاتت. بص برضه في الحته بتاعت الوقت دي خلي بالكوا احنا قلناها قبل كده وهقولها لكم تاني. احنا دخلنا في 100 موضوع، اللي بيتفرج على الفيديو هيتعب قوي. معلش فكره الوقت دي فكره مهمه. لو قلنا ان ده الوقت، الوقت فيه بعدين على فكره. الوقت فيه اللي هو ال 24 ساعة اللي هم بتوع التايم دوت، اليوم ورا يوم ورا يوم أسبوع. وفي حاجة تاني في الوقت، في بعد تاني في الوقت اللي هو تعاقب اللحظات. يعني لحظة أو حاجة بعد حاجة بعد حاجة بعد حاجة بعد حاجة بعد حاجة، دي مش هتنتهي أبدا مننا حتى في الأبدية. هتقدر تقول في لحظة جاية في حاجة هتحصل. حصل وهيحصل. الله الوحيد اللي ما عندوش، الله الوحيد اللي معندوش. حتى الملائكة عندها كده. يعني الله بره الزمن اصلا. الزمن مخلوق. ان انت تبقى عندك احساس ان في حاجة قبل كده وبعد كده. ده لان انا محدود. انا عارف ان الفكرة دي صعبة. لو رجعوا برضو المحاضرات بتاعت صفات الله المشتركة وغير المشتركة كنا بنتكلم. يعني الله ليه وجود. قلناها خدنا صفات الله غير مشتركه كلها. في دي في الصفات غير مشتركه. بنقول ان القيامه تتويج، وتقدر تقول الصعود. يعني عارفه انت الحفله بتاعت الملك، تقدر تقول الحفلة هي القيامة، هو التتويج. وانت في الحفلة بقى بيجي جزء في الحفلة. الحفلة القيامة
لا انا بقول لك الحق التتويج ان انت توجت في القيامه تمام ان انت بقى بعد ما تتوج بعد ما تحط العرش بعد ما تحط التاج على دماغك وتمشي رايح تمشي كده رايح تمشي على السجاده وتروح على على العرش وتروح قاعد فرس صوت واخد بالك تمام الصريط ده طول المعركه اللي خليته يحصل فيه كده تمام قول يا رايح مش غير مستحق احنا طبعا طول الوقت احنا غير مستحق الله احنا هنبقى شبهه لكن احنا مش هنبقى معاه لان احنا بقينا شبهه لكن هو لانه خلصنا هيخلينا شبهه فاهمه؟ فاحنا هنبقى في المجد لانه مجدنا بس احنا ليه بقينا في المكان ده وليه حصل معانا كده؟ بسبب المسيح طول الوقت احنا بقينا عشان كده مش ايوه مستحق هو الخروف المشهد النهائي المشهد النهائي بتاع الرؤيه يقول لك ايه؟ مستحق هو الخروف المذبوح تمام؟ ان ياخذ المجد والكرامه والغنى والعظمه معلش مش هرجع تبقى احلى منها حاجه اعظم منها ما هو لو شافني عن طريق الدم حتى بعد الصعود طب انا كده برضه ما غيرتش الصوره القديمه بتاعت لا انت هتشوفك في المسيح طول الوقت طول الوقت فدي صوره ممجده انت بقيت ممجد في المسيح طب احنا خلصنا كده الدور الكهنوتي المسيح بيشرع فينا عشان كده مثلا عبرانيين 4 يقول ليس لنا رئيس كهنه غير قادر ان يمثل مع فاطمه لكنه ايه؟ مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطيه فيقدر يعيد مع فاطمه يقدر يسيرنا ويصلي لاهلنا فالمسيح حاسس بينا لانه انسان كامل. الحاجه الثانيه المسيح ملك فالمسيح دلوقتي بيمارس دور ملك فالمسيح بيديش الملك من ضمن المهام بتاعته انه بيعمل ايه في الكنيسه؟ بيديش شغلها زي الملك في مملكته عنده وزراء صح؟ عنده رئيس وزراء عنده موظفين عنده عبيد بيخدموه هو الملك وهو شايف كل حاجه والكنيسه دي عروسته مملكته فتخيلوا بقى لما الملك يعرف ان في واحد من خدامه او من وزراء بتوعه بيبهدل في الرعيه هيعمل فيه ايه؟ فلو انت قائد في مدارس احد فانت قائد والمسيح ملك شايفين النظر لو انت قائد في الثانوي فانت قائد والمسيح ملك وانت بترعى شؤون شعبه في مملكه فلو انا شيخ لو اسيس مكرم اسيس فاحنا بنرعى شؤون شعب في مملكته ده مش رعيتنا ده رعيته ده مش شعبنا ده شعبه وهو الملك ودي عروسته هو احنا هم ميراث فهو بيرعى شؤون فبيمكننا بيدينا مواهب ويدينا ادوات ويساعدنا وفي نفس الوقت بيحمي كنيسته عشان كده مفيش احتمال ان في يوم من الايام قوى الشر تقطع الكنيسه لان المسيح ملك. المسيح ملك ما تقدرش مهما حصل هو ده اللي خلينا نقول للتلاميذ ايه؟ دفع لي كل سلطان فاذهبوا ما تخافوش كل سلطان في ايدي. فاللي شغال في الخدمه او اللي بيخدم هو شغال عند الملك تحت سلطه الملك اي خدمه كده. هختم معاكم بشاهد تحت سلطه الملك بطريقته طريقه الملك طبعا طبعا وبقوه روح وبادواته ما اقصدش اقصد ان السلطان ساعات بيترجم عندنا ان لازم يكون الخدمه ناجحه بشكل ما او شكلها لا لا بطريقته هو طبعا طبعا عايز اكمل معاكم يعني جزء قريناه بس عايز اقرا معاكم في اعمال اثنين وعظة بطرس بص بطرس ملخص اللي احنا قلناه ده كله في وعظة يوم الخمسين أعمال اثنين يقول كده أيها الرجال الإخوة يسوع أن يقال لكم جهرا عن رئيس الآباء داود إنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم
فإذ كان نبيا وعلم أن الله حلف له مقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه. شايفين الكلام؟ تموت فيها طبعا. سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح. مين اللي تكلم عن قيامة المسيح؟ داود. إنه لم تطرق نفسه في الهوية ولا رأى جسده فسادا. فيسوع هذا أقام الله ونحن جميعا شهود لذلك. وإذا ارتفع بيمين الله، ودي بالكم من الصعود والصعود والجلوس على يمين الله. إذا ارتفع بيمين الله عمل إيه؟ أخذ موعد الروح القدس. كلمة نوع تاني يعني الوعد. الوعد بالروح القدس خده من مين؟ من الآب. فيبقى ده وعد. وعد من الآب المسيح. خد الوعد ده وعمل فيه ايه؟ وسكب هذا الذي انتم تبصرونه وتسمعونه. اللي انتم شايفينه ده عمل مين؟ ده الروح القدس. وعمل كده ليه؟ لان المسيح ارسله. خلي بالكم التلاميذ، التلاميذ يعني ان هم يشوفوا المسيح صاعد على السحاب قبلها بشويه، صاعد قبلها ب 10 ايام. فكرة إن يسوع ده طالع على السحاب، ده مشهد تتويج، ده مشهد مذهل. اليهودي كان بالنسبة له كلمة السحاب دي دايما ظهور السحاب والدخان على كده مرتبطة بمين؟ بيهوى. فالمسيح بيتوج تتويج رهيب، ولأنه توج بيرسل الروح. وبعدين يقول إيه؟ لأن داود لما يصعد إلى السماوات وهو نفسه يقول قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موضوع المقدمين. شايفين برضو بطرس بيستخدم مزمور 110 سنة؟ فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيحا. هو الممسوح، هو ابن داود، هو الرب، هو اللي أرسل الروح القدس، هو اللي بيقود كنيسته، هو اللي بيعمل في كنيسته. فالمسيح دلوقتي بيمارس دور كهنوتي وملكي ونبوي، بيديشوا كنيسته بالروح القدس. وعمل كده لأنه توج بسبب موته وقيامته، بسبب طاعته وموته وقيامته. وهيفضل يمارس الدور ده لغاية بقى اللي يحصل، تقدر تقول مش بداية الملك، اكتمال الملك. امتى؟ مع المجيء التاني. في المجيء التاني الأعداء التي لم تقطع هيجي يعمل فيها ايه؟ يخضعها كلها، ويستمر بقى ايه؟ ملك أبدي. هو الملك دلوقتي، هو جالس دلوقتي على ايه؟ على عرش.